بقى يهدوا يديروا نفس سينمور فيلمات. شفنا في هذا الأسبوع كذلك سيناريوهات وفيلمات من المحكمة لسجن الحراش والفرقونة رايحين خاويين، مش نحتى واحد في الفرقونة، الفرقونة رايحة خاوية للحبس، ويديروا لنا في الفيلمات هرنا قبرنا فلان، قبرنا كونيناف، قبرنا البراف، قبرنا حداد، قبرنا كل الناس اللي متورطين. قال لك رانا قابضين الناس، وفي الحقيقة الريح بشبك فقط من أجل سيناريو لاستحمار شعب وامتصاص غضب الشارع، وبعد يرجع كلش إلى مجراه. طبعا يوم يجيش تهفنا قايد صالح ولا آخر إنذار. سيناريوهات وفيلمات من المحكمة لسجن الحراش والفرقونة رايحين خاويين، مش نحتى واحد في الفرقونة، الفرقونة رايحة خاوية للحبس، ويديروا لنا في الفيلمات هرنا قبرنا فلان، قبرنا كونيناف، قبرنا البراف، قبرنا حداد، قبرنا كل الناس اللي متورطين. قال لك رانا قابضين الناس، وفي الحقيقة الريح بشبك فقط من أجل سيناريو لاستحمار شعب وامتصاص غضب الشارع، وبعد يرجع كلش إلى مجراه. طبعا يوم يجيش تهفنا قايد صالح.